السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وشكرا. أكدت أحد المواقع المصرية أن 6 منتخبات من أصل 10 تقدمت باعتراض على مواعيد الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم قطر 2022. وحسب دلالة المصدر فإن المغرب إضافة إلى مصر والكونغو والديمقراطية وتونس ومالي قدموا اعتراضا رسميا على مواعيد المباريات التي تقرر إقامتها من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الفترة ما بين 24 و29 مارس القادم. وذكر الموقع المصري منتخب تونس ومالي انضم إلى السنغال ومصر والكونغو الديمقراطية والمغرب ضمن من سجلوا اعتراضا رسميا على مواعيد المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم. وتابع المصدر سنقوم بإخطار الاتحاد الدولي فيفا رسميا باعتراض المنتخبات على المواعيد وسيعلن عن المواعيد النهائية في الأسبوع المقبل ونأمل أن تتعدل ولدينا ثقة في ذلك. وسيواجه المنتخب المغربي خصمه الكونغو الديمقراطية يوم 26 مارس ذهابا في كينشاسا ثم يلعب لقاء الإياب في الدار البيضاء يوم 29 من الشهر ذاته. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن مواعيد مباراة الدور الفاصل من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وكشف الفيفا عن مواعيد مباراة الذهاب والإياب من الدور الفاصل التي ستحدد 5 منتخبات ستمثل إفريقيا في كأس العالم. وحسب الفيفا فإن المنتخب المغربي سيواجه الكونغو الديمقراطية يوم السبت 26 مارس في ذهاب الدور الفاصل على أرضية ملعب الشهداء بمدينة كينشاسا، وسيستقبل المنتخب المغربي نظيره الكونغولي في 29 من شهر مارس المقبل على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، فيما يلي مواعيد مباريات الذهاب غانا ضد نيجيريا يوم 24 مارس 2022، ثم مالي تونس ملعب 26 مارس بباماكو، ومصر السنغال ملعب القاهرة الدولي في السبت 26 مارس، الكاميرون الجزائر ملعب أوليمبي بيواندي، والكونغو الديمقراطية المغرب ملعب الشهداء بكينشاسا.